يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج تو كلينيك. دكتور يوسف النجار حياك الله معنا. حياك الله دكتور محمد على الاستضافة المتجددة، وإن شاء الله نفيد المشاهدين المستمعين في معلومات طبية حديثة. لا شك لا شك إن شاء الله دكتور يوسف. دكتور، حضرتك صاحب اختصاص مهم جدا وهو المخ والأعصاب، والتخصص الدقيق هو تخطيط المخ وأيضا الصرع. دكتور، يمكن تكلمنا في حلقات سابقة عن الصداع بأنواعه وأيضا عن مرض الصرع وأنواع مرض الصرع، وما شاء الله عليك دكتور أعطيتنا الكثير من المعلومات الهامة حول المرضين هذيلا. لكن دكتور، الحين بنوصل حق مرض نوعا ما باعتقادي الشخصي هو أخطر وممكن يكون هاجس عند بعض الناس، وهو الجلطات اللي تصير في الرأس. دكتور في البداية كلمني، شنو هي الجلطة اللي تصير في الرأس؟ سؤال جميل. طبعا الدراسة الإحصائية تقول أن الجلطات الدماغية أو السكتات الدماغية من حيث الانتشار كمرض يحل المرتبة الثالثة. طبعا السكتة الدماغية نوعين، نوع يكون نزيف والنوع الآخر يكون في انسداد للشرايين، فما يتدفق الدم للمخ فينتج عنه عن موت الخلايا، وهذا بنسبة تقريبا 80%. طبعا عامل وقت جدا مهم في المسألة، وأن الواحد ينتبه للأعراض جدا مهم. هي جمعة حقيقة في كلمة في اللغة الإنجليزية اسمها فاست. تمام، واحد ينتبه إذا كان في ضعف أو شلل في الوجه، تغير في معنى أو لحن الكلام، ضعف في اليد. تمام، والوقت عامل مهم، لأن إذا كانت بسبب انسداد الشرايين الوقت جدا محدود، 4 ساعات ونص. ممتاز دكتور. انزين، بينت لي ما شاء الله عليك وانت قاعد تجاوبني السؤال، بينت لي شنو هي الاعراض، لكن دكتور الاسباب شنو؟ ليش تصير عندنا هذه السكتات الدماغيه، هذه الجلطات تصير في الراس؟ اسبابها شنو دكتور؟ الاسباب جدا متعدده. قد تكون هناك في خلل في نبضات القلب، مثل الرجف الاذيني اللي ينتج عنه تجلط ويحدث جلطة وينسد الشرايين. نعم. أو قد يكون هناك زيادة في التخثر أو الترسبات من الدهون في الشرايين ويغلقها. أو بعض مرات يكون هناك يعني مثلا كوفيد، بعض الناس حاشم زاد تخثر أو يكون التهاب في الشرايين ويعطيك جلطة اللي نسميها سكيميك ستروك. ممتاز دكتور، بينت لي أن الكوفيد لا علاقة. دكتور، في دراسات سمعناها، يعني ملاحظات وليس هي دراسة، أن نسبة الديدايمر في الدم والتخثر في الدم صارت مرتفعة أكثر بالناس اللي حاشوا مرض كورونا. دكتور، هل معنى هالكلام هذا أن احنا يجب علينا أن احنا نهتم بين فترة وفترة ونروح نفحص الدم، مثلا كون أن مثلا شخص عنده عدة أسباب، ممكن يكون هو مصاب في السمنة، ممكن أنه يكون كبير في السن، وممكن أنه يحاتي الأمور هذه، ممكن أنه يشوف نسبة تخثر في الدم كفحوصات احتياطية يكون أفضل؟ العوامل الأساسية اللي تصيب الجلطات هي كالآتي: أن واحد ما يلعب رياضة، فلازم يلعب رياضة عشان يحتوي موضوع السهنة والدهون والسكر. طبعا الدهون والسكر والتدخين وعدم لعب رياضة جدا العوامل الأساسية التي يعني تتراكم مع الزمن في ترسبات وتغلق الشرايين، منها القلب ومنها الرقبة اللي يوصل الدم للمخ. ممتاز دكتور، بالنسبة حق الجلطات هذه اللي تصير، دكتور هل لها ارتباط في الجانب الجيني الوراثي؟ إذا مثلا أحد الوالدين أو كلاهما مثلا كان يصير فيهم هذه الجلطات أو السكتات الدماغية في أعمار معينة، هل ممكن ان هذا الشيء يكون له علاقه في الاولاد مثلا كجانب جيني وراثي؟ في جانب جيني وراثي، ولكن يندرج تحت الامراض الدم. في شغلات معينه هم ينظرون لها ويتم تشخيص بناء عليها اذا كانت موجوده، فيعني يضعون المريض على يعني يا اسبرين يا مسيل دم، وهذه تندرج تحت امراض الدم. احنا نبحث عنها، ولكن ان وجدت نحول المريض إلى طبيب الدم، وهو يعني في مساحة علمه يشوف شنو ما هو أنسب لعلاج هالأمراض الدم التي تزيد التجلطات. يكون في أمور وقائية ممكن هو يسويها على أساس لا يصير فيه، بس لازم يتم التشخيص المبكر وبناء عليه يتم العلاج حتى يمنع من حدوث الجلطة. ممتاز الدكتور يوسف النجار، عندي الكثير من الأسئلة لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع الدكتور يوسف النجار.
يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتور يوسف النجار، كنا قاعد نتكلم عن الجلطات اللي تصير في الرأس والسكتات الدماغية، وبينت لي دكتور شنو هي أسبابها وشنو هي أساسا هذه الجلطات اللي تصير وما هي الأعراض. دكتور، إذا مثلا عندنا من الأشخاص مشاهدين مثلا قاعد يشوفونا ولاحظوا هذه الملاحظات الأعراض على أي مريض عندهم أو أي شخص عندهم في البيت وخذوه دكتور المستشفى، في البداية أعتقد أنه لازم يروح للطوارئ. دكتور، الأمور التشخيصية في البداية أساس يتم تشخيص هذا الشخص في السكتة الدماغية أو الجلطة، دكتور شنو الأمور التشخيصية اللي تسوونها؟ أول شيء في البداية يروح عند الملاحظة ريسس، تمام، نشوف ضغط الدم، العادة يكون ضغط الدم مرتفع، ونسوي فحوصات شاملة أساسية سريعة. نعم. نأخذ الأشعة المقطعية نتأكد، لأن إذا كان نزيف علاجه يختلف، إذا كان قلة تدفق الدم اللي هو سكيميك ستروك، ونطالع الشرايين إذا كان هناك يعني جزء من الشريان مسكر يكون قريب أم لا. إذا كان من 4 ساعات ونص ونرى أن تغيرات الأشعة المقطعية ما هي تغيرات واضحة جلية، بمعنى أنه صار حق الجلطة أكثر من 4 ساعات ونص، لأن مسيل الدم جدا قوي ويعطى إلا ب4 ساعات ونص، لأن لها مضاعفات إذا أخطأت في التوقيت، فلذلك التوقيت عامل مهم، مكان الجلطة عامل مهم. نعم. إذا كان هناك مثل ما تقول كلوت قاعدة في الشريان، شريان. وممكن بعض المرات مع مسيل الدم ممكن هناك يكون تدخل قسطرة يعملها طبيب الأشعة المتخصص إذا كانت قريبة، يدخل ويشيلها لأن تعزز من نسبة الشفاء. ممتاز دكتور. الحين هذه الفحوصات سويتوها مثلا، دكتور دائما الطرق العلاجية اللي تكون لهذه المشكلات، يعني في ناس بعضهم يصير فيهم هذا الشيء دكتور وتم عنده بعض الأعراض، مثلا صعوبة حركة أحد اليدين، مثلا تغير في الوجه، تلعثم مثلا في الكلام، دكتور دائما الطرق العلاجية شنو اللي تسوونها؟ الطرق العلاجية كالآتي، في علاج دوائي وعلاج طبيعي. طبعا علاج الدوائي مثل ما قلت في بداية الحوار 4 ساعات ونص، لأن في الدقيقة الواحدة يموت أكثر من 1,000,000 خلية، يعني فإحنا نحسب الوقت بعدد الخلايا. صحيح. فالتدخل يعني سريع في بداية الأمر جدا مهم لحفظ الخلايا، بعدها يعتمد على مكان الجلطة، حجم الجلطة، تمام، ونضع خطة علاجية متكاملة مع جميع الأطقم المساعدة الطبية اللي منها علاج طبيعي، منها النطق، منها التغذية، حتى يعني يتعافى المريض. في تعافي كامل، في تعافي جزئي، يعتمد على عمر المريض، على مكان الجلطة. ممتاز. وإلى آخره. ممتاز دكتور، معنى هالكلام ان احنا بالكويت متوفر عندنا هذا التيم المتكامل اللي انت تتفقون كخطة علاجية موجود في ممتاز. وحدة الجلطات. ممتاز. موجود في كذا مستشفى من مستشفيات الكويت، وتشتغلون كفريق كامل على هذا الشخص اساس يرجع حق حالته الطبيعية لزيبه الجلطة. في زملاء متخصصين في الجلطات، ويعني منشئين هذه الوحدة. ممتاز. مع طواقم طبية مساندة. ممتاز. الدكتور يوسف نجار باسمي واسم أسرة برنامج تو كلينك، نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمة. حياك الله دكتور محمد، شاكر لك على الاستضافة. الله يسلمك إن شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.